بعد شوية تسمو أحمد جمال تحكي لي توصلنا للعشرة وستة دقائق. مرحبا بكم الناس الكل في برنامجكم الاقتصادي، نطلع عليكم كل نهير جمعة، احنا معكم العشرة حتى النص نهار. مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتليفوناتكم الزيدة 72 280 300، كذلك بضيوفنا الكرام اللي باش ينورونا تيلة الحصة وبالمحل للأروع في تونس محمد الهيشري. أهلا اهلا بك حبيبي، تحيه ليك، تحيه كيف الساده المستمعين والمشاهدين. شكرا ليك محمد. نحكي ونرجع باكثر تفاصيل على المؤتمر الدولي، مؤتمر جد مهم، الدوره السادسه للمؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجاره في افريقيا في 2023. هذا باش يكون من 20 الى 21 سبتمبر 2023 بتونس بمبادره من المجلس الاعلى التونسي الافريقي وتحت اشراف رئيس الجمهوريه. اكثر تفاصيل، سعيده جدا باستقبالك رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي سيد أنيس الجزيري. مرحبا. مرحبا بك وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بكل مستمعي كاب اف ام. شكرا لك بالمثل على قبولك الدعوة. إذا نرجع معك للمؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا، تونس تحتضن الدورة السادسة من 20 إلى 21 سبتمبر. صحيح، إن شاء الله احنا توا في آخر لمسات لتحضير هذا المؤتمر المهم جدا، واللي نجم نقوله جاء في وقته بعد سنة صعبة جدا على تونس وعلى أفارقة في تونس، وفي وضع عالمي كذلك تشوف فيه معناتها صعيب، وفي تقلبات كبيرة قاعدة تصير وصراعات كبيرة على إفريقيا. دونك احنا اليوم عندنا رسالة مهمة جدا خلال المؤتمر هذا نحب نوجهها خاصة للفاعلين الاقتصاديين في تونس والفاعلين الاقتصاديين في إفريقيا لتطمينهم، لأنه تعرفوا للأسف الشديد صارت حملة كبيرة على تونس سنة في إفريقيا اللي كانت عندها أمباكت نيجاتيف على مؤسساتنا وعلى عديد، تعرف عنا ألاف المهندسين والدكاترة وغيرهم اللي قاعدين يخدموا في إفريقيا. والرسالة اللي نحب يعني أن نوجهها أنه تونس حقيقة أن هي بلد مضياف، أنه مرحبا بطلب الأفارقة جنوب الصحراء اللي برسك فما 8000 طالب وكانوا 12000 وعمرهم ما صارت لهم حتى أي مشكل، وما عندناش مشاكل عنصرية في تونس. كذلك مرحبا بالأخوة اللي قاعدين يداويوا في كلينيكات ومستشفياتنا، زاد كيف كيف ما فما حتى مشكل. للأسف الشديد صارت هالأملقام هذه معناتها اللي على الأخوة اللي هما جاوا في يعني بطريقة غير نظامية بطريقة غير قانونية، وده معناتها مشكل تونس بركة، مشكل المغرب العربي بكله اللي يعاني من إشكالية الهجرة الغير نظامية. ويلزم بكل صراحة احنا في وضع اقتصادي هش، في وضعية مالية زادة صعبة، ما نجموش نستحملوا هالفلوك الكبير اللي ميغوراتوار هذايا، اللي احنا معناتها يلزم يرجعوا البلدان بالطرق معناتها يعني حفاظا على بكرامتهم زادة، لكن يلزمهم يرجعوا. احنا مرحبا بالإخوة اللي هما في أمور قانونية واللي عملوا اللي كان في جور متاحهم وكذا. دونك هذا زاد الإطار اللي جاي فيه تنظيم هالمنتدى. دونك نحبوا نستغلوا الفرصة باش نعطيوا رسالة مهمة للإخوة في قارة إفريقية، اللي تونس عمرها ما تبدت وعمرها ما كانت عنصرية، ومش تكمل حقيقة تحاول تساهم في النهوض بقارتنا. احنا الحمد لله رغم الصعوبات اللي تعدينا بها في السنة فمش يكون حضور طيب وطيب جدا. قديش عنا من مشارك تقريبا؟ اي اليوم عندنا اكثر في البلاتفورم، عندنا بلاتفورم ديسكريبسيون اللي يسجلوا فيها الاخوه من كافه العالم، عندنا 60 بلد مشارك في المؤتمر هذا، عندنا اكثر من 800 مشارك من 60 بلد هذوما. اليوم توا ايسونسيو لا بلاتفورم قاعدين يحضروا في اللقاءات الثنائيه مع بعضهم، فهمت ولا لا، ما بين توانسه وكل اللي ضيوف اللي جايين باش يتقابلوا في 2021 سبتمبر، لانه الهدف طبعا المؤتمر هذايا هو تطوير صادراتنا نحو القاره الافريقيه، هو تطوير استثماراتنا وانتسابنا في البلدان هذه، وهذا ما يصير إلا من خلال ربط العلاقات هذه وربط معناتها ما بين الفاعلين الاقتصاديين في إفريقيا والتوانس، وهذا الهدف في المؤتمر الأول. ثاني حاجة بالنسبة للتمويل، خاطر هو تمويل تجارة والاستثمار، جايين زاد عدد كبير من البنوك العالمية والبنوك الإفريقية، خاصة على إكزامبل أفريك زين بانك اللي هو أفريكا إكسبورت إمبورت بانك اللي يعتبر من أكبر البنوك للتصدير والتوريد في إفريقيا، أفريكا فاينانس كوربوريشن، تي دي بي تريد ديفلوبمنت بانك، والبنك طبعا البنك الافريقي للتنميه، الباديا، والبنوك العالميه اللي تعرفوهم الكل مش يكونوا حاضرين. والهدف زاد من
المؤتمر هذايا هو تسهيل تمويل الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والمؤسسات التونسيه لتدعيم تصديرهم نحو القاره الافريقيه، وخاصه لمساعدتهم في الانتساب في البلدان الافريقيه. يلزمنا نعرفوا اللي اليوم فما اكثر من 160 شركه تونسيه اللي هي انستالي في الكوت ديفوار في ابيجان، هذا ياتي اكزامبل، وقاعدين زاد نقدموا في داكار في السنغال، وهذا المجهود يتطلب دعم في التمويل. هاك علاش الحضور ان شاء الله تاع البنوك ولا صناديق الاستثمار مهمه ومهمه جدا. ثالث عنصر لو تسمح بالنسبه للمؤتمر هذايا هو الاستثمار، دونك ان شاء الله مش يكون حاضر عدد كبير زاد من وكالات الاستثمار لي زاجونس دو بروموسيون دانسيسمون افريكان اللي هما جايين باش يقدموا معناتها مناخ الاستثمار في بلدانهم باش كذلك يشجعوا التوانسة على الانتساب في البلدان هذيا. وطبعا فما الجزائر مش تكون احد ضيوف المؤتمر هذايا، ووكاله النهوض معناتها الجزائريه بالاستثمار مش تكون حاضره ومش تعمل زاده اون تابل روند، فهمت ولا لا، باش تقدم لو كود دانسيسمون جديد نتاع الجزائر. ممتاز جدا، اذا نتفاعل معك محمد الهشري، لك الكلمه. واضح، مرحبا سي انيس. انا مرحبا. نبدا معك بكلمه تعقيبا على المداخله نتاعك. احنا طبعا كلنا يظل بس مش حتى تونس اليوم قابل الاستيطان او التوطين الغير العشوائي في بلادنا اليوم، كيك سواء من افريقيا او من اي جهه كانت، ما نرضوهاش لبلادنا اليوم. بلادنا في وضعيه صعيبه نتحمل كان اللي وضعيته قانونيه. انا نحب نقول في الاطار هذا تونس الصراع، خلينا نسميها حتى اذا كان ارتقاء الى صراع، الاشكال بتاع الهجره الغير شرعيه هو افريقي ما بين دوله افريقيه اللي هي تونس وبين بعض الدول اللي هي تصدر في الافارقه او دول الجوار اللي يتعداوا به، هو الاشكال افريقي. لكن في المقابل ما شفناش هجومات افريقيه على قد ما شفناها هجومات اوروبيه. يظهر لي اليوم المشكل في افريقيا والاتهامات قاعده تجينا من جانب اخر بعيد برشا على القاره نتاعنا. هذه النقطة، مانيش جست علقت وكهو. اسمع، ايش نقول لك؟ انا باش نحب نوضح الحاجة، انه راهو للاسف الشديد معناتها احنا زاد ما عرفناش كيفاش نتصرفوا في يعني المشكل هذايا بكل صراحة. احنا ده والمشكل هذا مش مشكل تونس، هذا مشكل المغرب، مشكل الجزائر، ومشكل ليبيا. معناتها الهجرة غير نظامية، ولكن طريقة التعامل هي اللي اختلفت شوية. نعم، زادت، واغلبيتهم راهم متوجهين لاوروبا باش نبداو واضحين. احنا على الغالب اليوم صارت في تفوفعة كبيرة، والعالم قسى علينا سي انيس، كان قاسي علينا برشا، وكان قاسي، وزاد وقع شيطنة تونس، وزاد فما بلدان منافسة لتونس لقاتها من جنتي والناس زاد عملت فينا معناتها ما يتعمل. دونك ضربونا بكل صراحة، ضربونا في العمق في افريقيا. هذه معناتها اصبحنا كن مش نقول لكم يا اخي، ولا تري تونس بلد عنصري، وشركاتنا حقيقة السنة تعبت ياسر، والتوانسة اللي في افريقيا راهم واضحين. باهي، احنا تو يلزمنا نوضحوا هالامور هذيا، وهكا علاش المؤتمر هذا مهم، وهو تحت اشراف السيد رئيس الجمهوريه، واحنا طالبين السيد الرئيس اللي يكون حاضر معنا ان شاء الله. رساله انه معناتها ما تبدل شيء تونس. مرحبا بالاخوه اللي هما في اطار قانوني، مرحبا بهم يا اخي. اللي جات في اطار قانوني الله غالب ما نجموش نستقبلوهم كيما البلدان الاخرى، لازم يرجعوا بلدانهم. هذا لا سبيل اليه، وهذا هو اللي معمول به في كل البلدان. وهك تشوفوا زاد حتى البلدان الاوروبيه، حتى على التوانسه اللي قاعدين فهمتوا ولا لا السيف هذا معناتها هاجروا الى ايطاليا ولا كذا، رجعوهم. معناتها ما فيهاش حتى كلام. هذا احنا للاسف زاد ما عندناش الامكانيات باش نرجعوهم. يلزم الاتحاد الافريقي، يلزم الامم المتحده، يلزم لورغانيزاسيون انترناسيونال دو لا ميغراسيون، الكل تقف مع تونس يا اخي، خاطر الفلو كبير وما نجموش. احنا ما عندناش امكانيات يا اخي باش نعمل ان بون ايريان باش نرجع معناتها مئات او الالاف. دونك يلزم تضافر جهود الناس الكل بالنسبه للظاهره هذه باش نحدوا منها. وطبعا يلزم كذلك انه نضبطوا حدودنا خاصه مع ليبيا وخاصه مع الجار الجزائر، باش التدفق هذايا ما يقع الحد منه. دونك هذايا بالنسبه يعني المؤتمر الهجره راهو مش نبدا واضحين. هو في علاقه راهو. شوف، من اسباب الهجره هي اسباب اقتصاديه واسباب معيشيه سي انيس. اليوم افريقيا طبعاً. افريقيا في السنوات الاخيره
غادي نشوفوا الاصوات الافريقيه تتعالى لخلق الثروه في افريقيا. اليوم الافارقه يطالبوا بخلق الثروه، ما عادش عندهم استعداد انهم يمشيوا يبنيوا في ويعمروا في كفاءات افريقيه في اوروبا وغير اوروبا. اليوم افريقيا من حقها العيش الكريم، من حقها تتمتع بكفاءاتها، ومن حقها افريقيا توكل روحها. هذا قاعدين نشوف فيه الخطاب هذايا يتكرر. ورئيس الجمهوريه التونسيه كان من اول الرؤساء الدول الافريقيه اللي كان يدافع على افريقيا. وقت اللي يتكلم ما تكلمش باسم تونس فقط، تكلم باسم القاره السمراء باعتبار تونس جزء محوري وجزء مهم في القاره السمراء. اليوم المؤتمر السادس مهم جدا في توقيت مهم انه يكون في تونس اللي وقع يعني شيطنتها ومهاجمتها طيله اكثر من سنه. وحاجه اخرى زاد اليوم تاكيدا على دور تونس في التنميه في افريقيا. اذا كان اليوم دعم الاستثمار التونسي الافريقي راهو نتائجه باش تكون سريعه ونشوفوها على ارض الواقع باعتبار رياده المستثمر التونسي في افريقيا ومعرفته بافريقيا. عندنا برشا شركات تونسيه منتصبه في افريقيا وقاعده تجيب لنا في سمعه طيبه، كفاءات تونسيه نفتخر بها. اليوم انت سميت بعض الدول، انا نزيدك دوله الكاميرون اللي اليوم انا قابلت حتى البعض من الكاميرونيين اللي يعرفوا التوانسه اللي يخدموا ومسميها شركه، ماهوش فيها اشكال، شركه سروبات اللي تخدم في الطرقات. اليوم شركه رائده في الكاميرون، شركه تاخذ في ترافو كبيره، عندها كفاءات كبيره توانسه، هذا يزيدنا فخر. الاستثمار هذا انا حبيت المؤتمر هذا سي انيس لو تسمح فيهش بعد استثمار أخضر، استثمار بيئي، استثمار غذائي. اليوم باعتبار حاجة إفريقيا إلى يعني تقليص العجز الغذائي الموجود في إفريقيا اليوم، هل فما يعني جانب حيز مهم في المؤتمر الدولي هذايا؟ ثماش تمويلات ربما تكون أو بنوك مختصة في تمويل الفلاحة، في تمويل الغذاء في إفريقيا، هكا نكونوا بدينا حطينا دينا نعالجوا في الإشكال هذايا التونسي الإفريقي. فما هو البانيل معناتها نمرو ثلاثة اللي مشي المديرتور نتاعو مشي نشطو الاكسبير عادل بن يوسف اللي هو يعتبر من ارقى ما لدينا في ميدان يعني البيئة والمناخ، وخاصة تو الاشكالية نتاع البيئة والمناخ ومعناتها الانحباس الحراري ونقص الماء، هو كيفية تمويل اللي كنت تحكي فيه أخي العزيز، أنه الإشكال الكبير معناتها مازال التمويل ماهوش كبير للديفلوبمون ديورابل وهالجرين هذايا والحد من يعني ملي فيه كليماتيك هذوما. وكعلاش احنا اليوم فما معناتها بانيل رقم ثلاثة مش يحكي على تمويل التغيير المناخي وكيفية معناتها الخروج من الإشكاليات هذه وتدعيم الاستثمارات في الديفلوبمون ديورابل وخاصة في ميدان الفلاحة، واستدعينا عدد من البنوك العالمية والإفريقية لهذا البانيل، ونتمنى أنه يكون عنده مخرجات طيبة بالنسبة للقارة الإفريقية والاستثمار في هذا المجال. نحب نعرج زاد عن النقطة اللي حكيت فيها أنت وهي بصراحة مهمة جدا، أنه القارة الإفريقية نحب ولا نكره راه وقع استغلال واستغلال فاحش من قبل الدول الاستعمارية، واليومنا هذا قاعدين نشوفه في الانقلابات اللي قاعدة تصير راه في صراع الدول العظمى على إفريقيا. باش نبدا واضحين اللي صار في الجابون ولت البارح، اللي يعتبر الجابون من اغنى دول افريقيا في البترول وفي الغاز وخاصه في المنغنيز، راهو سي بور دي زانتيري معناتها نتاع لي بي هذوما بويسونت اللي حاجتهم بالمنغنيز. راهو اللي صار في النيجر الانقلاب اللي هو يعتبر 25% من الاحتياط العالمي يورانيوم في النيجر، راهو صار زاد على اليورانيوم نتاع النيجر، وراي الدول العظمى قاعده تقتسم في ثروات افريقيا ومخلين الشعوب في فقر مدقع. فهمت ولا؟ دونك خطاب الرئيس واضح، واحنا بصراحه معناتها معاه في الاطار هذا، انه يلزم الافارقه هما يفيقوا على رواحهم وهما ياخذوا بزمام الامور وينميوا القاره نتاعنا. وتونس هي قادره مع بعض البلدان اللي عندها اكسبرتيز وسوفوير كبير متقدم على بعض الدول الافريقيه ان نساهموا في التنميه هذه، ان نساهموا بالنهوض بقارتنا. والهدف بكل صراحه من المنتدى من استثمار التجاره الافريقيه في معناتها دورته السادسه هو هذا، هو تعريف بتونس، تعريف بالاكسبرتيز تونيزيان
وسافوار فير التونسي، الميادين والقطاعات اللي حقيقه احنا متميزين فيهم ونجحنا فيهم في افريقيا. وكان الاخ كان معناتها جبد على سروبات، وعندنا عديد من الشركات الاخرى في عديد المجالات فهمتوا اللي نجحت لبيرود ديود نتاعنا، كيما كوميت انجينيرينغ، كيما ستودي، كيما سيد، معناتها من السنوات 90 راهو اغلبيه القناطر واللي بون والسدود راهو اللي بيرود ديود توانس اللي هم عملوهم، مش حكايه معناتها مش جديده. حتى الستيج نتاعنا ابدعت ستيج انترناسيونال معناتها من اواخر ال 2000 عندها 12 سنه تخدم، اللي عندها دي زون ديليكتريفيكاسيون في رواندا نتاع دي بروجي بلوس كو 100 مليون دو دولار، معناتها الاكسبرتيز راهو تونسيه معناتها كبيره وتنجم القاره تستغلها ويكون معناتها في دونزان ايتا وين وين، معناتها ربح ربح مش في اطار استغلال فحش للثروات، لا بالعكس معناتها احنا نجم نعطيو الاكسبرتيز نتاعنا في اطار معناتها هل تبادل الثنائي معناتها ما بين وكوبيراسيون سود سود. دونك هذا هو ان شاء الله الهدف ان شاء الله محور موفقين ان شاء الله بالتوفيق. ولكن محور اخر نحب نختم به معك نقطه فوالا، فقط نقطه سي انيس لو تسمح. اليوم تونس من حقها انها تربح من بعض المشاكل الاقليميه اللي تصير، من حقها انها تكون متموقعه. اليوم تونس دوله قادره، هيكل كدوله متمكنه قادره انها تعوض بعض الدول في استثماراتها في افريقيا. اليوم نحكيه خصيصا على النيجر والجابون، اليوم تقريبا نشوفوا ازمه كبيره في العلاقات الفرنسيه الجابونيه او النيجيريه، باعتبار حكينا ثم العقليه الاستعماريه ما زالت متواصله، ثم رفض كيك سوا هو نقولوا عليه انقلاب او انه الشعب مع حاجته، هذاك موضوع داخل. لكن اليوم تونس كيفاش نجم تربح؟ اليوم تونس كيفاش نجم تتموقع؟ كيفاش نجم تونس اليوم تاخذ حصتها في افريقيا؟ طبعا تعامل دوله مع دوله، لكن اليوم تونس اولى من دول الاوروبيه باعتبارنا احنا دوله نفتح على اوروبا، لكن نجم نقولوا افريقيا عندنا فيها جزء اليوم من الاستثمارات اللي ما يتمسش، واحنا وقت اللي تخرج ولا تقل الثقه ما بين دوله اوروبيه وافريقيه، اليوم ما عادش نستناو دول اخرى تجي من اوروبا او تجي من اسيا، علاش ليه ما نقولوش تونس اليوم قادره تعوض بعض الدول بمنتجاتها وباقتصادها وتتوسع في افريقيا أكثر. طبعا هذا هو الهدف من الملتقى هذايا، وكعلاش احنا كل سنة يعتبر من أكبر اللقاءات اللي ولات في تونس وفي إفريقيا، ويجيو معناتها من كافة البلدان الإفريقية والعالم زاد كذلك. اليوم أنا نعطيكم إكزامبل، جاي إن جراند ديليغاسيون من الهند، من بولونيا، من فرنسا، من إسبانيا، من غيره، معناتها كلهم انتريسي لتونس كوم إن بلاتفورم زاد باش يمشيو بها لإفريقيا. بالنسبة لأن توانسة وكيفاش تدخل المارشي هذه، وأنها معناتها أونارا دي مارشي، وانه اون امبوز لي برودوي نتاعنا راهو قاعدين نقدموا فيه. باش نعطيك رقم، احنا وقت اللي انطلقت مجلس عمل تونسي افريقي في 2015 كنا في حدود 500 مليون دينار، معناتها ارقام تصدير نحو افريقيا جنوب الصحراء، مش نحكي على شمال افريقيا. اليوم ولينا في 1.5 مليار دينار من التصدير، دونك مصلي على النبي اون ملتيبلي بار 3. بون ريست 3% من حجم معاملاتنا مع العالم، شويه نجموا نزيدوهم برشا، نجموا نوصلوا حتى 10 و20% من مبادلاتنا معناتها مع افريقيا جنوب الصحراء، لكن هذا يتطلب زاده معناتها دفع سياسي كبير للقطاع الخاص، تشجيعهم، يلزمنا لوجيستيك قويه، الايريان وماريتيم، يلزمنا ديليني ديريكت، يلزم البنوك يوقفوا معنا اكثر باش نجموا يمولونا نحو القاره هذه ونكثفوا من صادراتنا، يلزم زاده دبلوماسيه اقتصاديه نشطه نحو افريقيا جنوب الصحراء، وديبلويمون دبلوماتيك كبير على بعض البلدان اللي هو مهم واللي احنا مازال ما عندناش فرات. احنا هذوما الكل قاعدين نخدموا معاهم، قاعدين نتعاملوا معاهم، قاعدين باتصال بوزاره الخارجيه، برئاسه الجمهوريه، بالحكومه، بوزاره الاقتصاد ووزاره التجاره خاصه، باش نقدموا في المواضيع هذه باش نجموا حقيقه نساندوا مؤسساتنا ولي برودوي نتاعنا ولي سيرفيس نتاعنا باش نخترقوا الاسواق هذه، ورانا قادرين باش نخترقها وقادرين، عندنا لا كاباسيتي وعندنا لا كاليتي وعندنا الاكسبرتيز المجالات اللي توانسه حقيقه لاباس بهم، وعندهم دي برودوي سيرفيس سون تري ديفوندابل سور لو كونتينون.
واضح مع جدا، الشكر. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك على المداخلة، شكرا لك على التواصل. رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي السيد أنيس الجزيري، مشكور جدا. وكأن المؤتمر اليوم مرحبا. محمد، يعطيك الصحة، وكأن المؤتمر اليوم واضح محمد للمؤتمر. رسالة وترجمة، رسالة طمأنة كما هي قال السي أنيس، سي أنيس ولازم تونس تنتهز هذه الفرصة ولا باش تنفي الإشاعات الكل وتقول أنا موجودة زاد ليه ليه. محمد شوف بكفاءاتها. اليوم تونس مش تتحول، كانت في مرحلة يعني دفاع، انه تونس في فتره ما تهاجمت برشا قبلت الهجومات هذيك. اليوم تونس الرد نتاعها مش باش يكون على الدبلوماسي او على السنه الوزاره الخارجيه، لا، تونس اليوم الرد نتاعها استثماري اقتصادي. تونس اليوم مش تبرهن لافريقيا وتبرهن حتى للشركاء الاوروبيين قوه العلاقه التونسيه الافريقيه. واذا كان وزاد تقول اللي انا عندي بيئه استثماريه طيبه، طبعا طبعا حتى واحد ما نجم ينكر تونس اللي هي تونس عندها بيئه استثماريه طيبه، وخاصه اليوم يلزم الناس تفهم اللي ما نجموش يدخلوا افريقيا ما غير تونس. اذا كان اليوم راس المال او الضخ الاموال يجي من اوروبا، لكن راك ماكش نجم تدخل به انت كدوله اجنبيه اوروبيه باش تدخل به لافريقيا الا عن طريق تونس، الا عن طريق الكفاءات التونسيه، الا عن طريق الشراكات مع التوانسه. وهذا يخدم الاقتصاد التونسي ويخدم التوجه الافريقي بالاخص. نحو محمد اقتصاد زاده يخدم برشا المؤسسات اللي متموقعه في افريقيا، الموجوده في افريقيا، اللي تعرضت بدورها زاده لعديد الاضرار تتعاود تتموقع على الاقل. اي ثم يعني بعض كانه هي اعاده ثقه جراء الانقلابات، جراء حروب، جراء ازمه كورونا اللي ضرت بعض الشركات التوانسه او برشا شركات توانسه موجودين في افريقيا. اليوم افريقيا في حاجه لدعم كبير، والدعم هذا نفرح وقت تكون تونس هي القاطره، هي القاطره نتاع الترينو، هذا هي الترينو نتاع افريقيا نحو تنميه مستدامه، نحو استثمار. تقريبا استثمار افريقيا الافريقي هو استثمار من نوع خاص عنده خصوصياته. لهنا شفنا لي رايون مش يكون والا الورشات فوالا باش يكونوا موجودين حوالي 3000 مشارك، بما في ذلك 750 تقريبا 800 قالهم سيانيس رجل اعمال يعني اجنبي من 60 دوله، 70 عارض، وعقد نحو 2000 لقاء ثنائي. فوالا واضح، الشيء مهمين جدا اكيد جدا. شوف اليوم المؤتمر فاش عجبني اليوم، مشكورين الاخيان انهم حاضرين عارفين وحم وبادره طيبه من رئيس الجمهوري. أيه. في حال فما حاجه ننتقدوا ننتقدوا، حاجه باش نشكروا نشكروا، فماش بادره اليوم طيبه. هذه اليوم وجه بلاد، هذه اليوم طبعا تونس. هذه بعد المرحله السايبه اللي واجهتها تونس، وبعد تصريح زاد لرئيس الجمهوريه بدوره محمد. أيه. تفكر هو اللي تاول وهو اللي قامت الدنيا هو قاعده اليوم عليه. اول مره نشوفوا انسجام ما بين رئيس الجمهوريه وما بين منظمه. فوالا يظهر لي رئيس الجمهورية بدا ماشي في الطريق الصحيحة. إن شاء الله نقولوا احنا مش رئيس ما شخصيش، نقولوا إن شاء الله يا ربي تونس في الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، ولكن هو ماسك بزمام الأمور. يلا احنا راجعين بعد موجز بأهم الأخبار.